في الوثائق اللي كتشوفوا حاليا في الفيديو إعلان ديال جماعة واد الجمعة اللي كاينة في إقليم تاونات، اللي فيه إعلان ديالها عزمها عن تنظيم مباراة توظيف تقنيين من الدرجة 3 سلم 9 والدرجة 4 سلم 8، وحددات نهار 24 يونيو 2024 آخر أجل لإيداع ملف الترشيح، إما عبر إيداعه مباشرة بمقر الجماعة أو عن طريق إرساله عبر البريد المضمون إلى عنوان الجماعة. أما الشروط المطلوبة فهي الجنسية المغربية، السن يكون ما بين 18 و40 سنة، ثم أخيرا توفر على دبلوم تقني متخصص إما في الهندسة المدنية أو في الأشغال الكبرى، أو دبلوم في الصيانة والدعم في المعلوميات والشبكات، أو دبلوم تدبير المعلوميات، أو دبلوم الشبكة المعلوماتية. بالتوفيق للجميع، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.